الله ينصر لنا الأمة العادلة مش الظالمة، إنما تنصرون وتجبرون وترزقون بضعفائكم. احنا الضعيف مسكين منين يبغي يدور على حقه ما عندوش فين يمشي، فين ما يمشي مطرود، واللي الله يحفظه يستر عنده مو عنده خالته عنده الكتاف ولا ما كاش اللي توشي فيه. هل الله يقدس أمة والعياذ بالله يظلم فيها الضعيف؟ سمعوا سيدنا عمر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقدس، سمعوا النبي لا يقدس الله أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه غير متعتع. نعاود لها لا يقدس الله أمة، ماشي قاعد ما ينصرهاش ما يقدسهاش، ما معنى ما يطهرهاش، تكون معمرة بالخبائث وبالمعاصي وبالذنوب، تولي خامجة. لا يقدس الله أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه زين غير متعتع. ما معنى غير متعتع؟ يهضر على حقه بلسان فصيح ويصير حقه. يا رب. سيدنا عمر رضي الله عنه، ما عمرو نكملوا على سيدنا عمر وصح. كان نقول لكم يا الزوج نتاع الشروط نتاع النصر غير الايمان والعدل، الايمان على مستوى الافراد والعدل على مستوى الامه، غير هذو زوج الله يجعل شي بركه. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، شوف اسمعوا مليح، دار واحد الامير على مصر يسميه له عمرو بن العاص، هو الذي فتح مصر، وعنده ولده محمد، ولده محمد يلعب الفروسيه ويدير ذاك السباق نتاع الفروسيه، دار السباق نتاع الفروسيه مع واحد القبطي نصراني قبطي من الاقباط اللي وصى عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذاك القبطي سبق محمد ولد الامير، سبقوا من اللي سبقوا ما رضاش الناس تشوف يا ولد الامير، فاخذ الصوت وضرب به راس القبطي وقال اتسبقني وانا ابن الاكرمين. اللي كان هذاك النصراني عزيز وفيه العزه خرج من مصر وجا الى المدينه يدور على سيدنا عمر، قال بغيت عمر، قالوا له راه ليه، فدخل قال يا عمر انا رجل قبطي وسابقت ابن عمرو بن العاص وسبقته، فضربني بالصوت على راسي وقال تسبقني وانا ابن الاكرمين، فكتب عمر رساله عاجله الى عمرو فقال من عبد الله عمر الى العاص بن العاص اذا وصلك كتابي هذا فوافيني على عجل يوم عرف هذا العام 9 ذي الحجه، اللي حج فيها سيدنا عمر ومات فيها مورها مباشره. با. قال له جيب معك ولدك محمد، راه عندي معكم ان شاء الله واحد نعطيكم واحد الجائزه. قال له انت روحنا واخا ما تحجش نصراني 9 ذي الحجه غادي تكون معنا في عرفه، راني نستناك تما مع الوغش. وجا هو وجات 9 ذي الحجه وحج سيدنا عمر، وجا عمرو بن العاص خاطرو ما يجيش، وجاب ولده خاطرو ما يجيش، كي كان يدير لهم؟ اه حبيبي ملي ان شاء الله اجتمعوا امور الظهر صلاه الظهر العصر جمع الناس في عرفه كامله. اروح يا عمرو اروح يا محمد يا ولد عمرو، فرى القبطي فدخل القبطي فقال اعد علي شكايتك، قال سابقت ابن الامير هذا فسبقته فضربني بالصوت على راسي قال اتسبقني وانا ابن الامير، قال هاك الصوت اجلس. فجلس محمد الخصاص اضرب فضرب اضرب فضرب اضرب حتى قال القبطي لقد دلت حق وقضيت عربي، قال الان ضحى على صلعة عمرو ضرب الضحى. يا ابن عمرو قال يا امير المؤمنين لقد اختصصت ممن ظلمك، قال اما والله ما ظلمك الا اعتمادا على ملك امير رب. وكان ما كانش بوا امير يقدر يدير لانك يحسب باين لا الا ضربك راه يحميك اضرب. قال له يا امير المؤمنين لا اله الا الله انا اديت حقي، قال وما والله لو اقتصصت من عمرو
ما نهيتك على أن تأخذ حقك حتى تشفي غليلك من عمرو قبلك. خش. ثم توجه إلى عمرو والناس يسمعون، فقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهات محررة؟ فصارت هي الكلمة المدبج بها ما يسمى بالوثائق العالمية الدولية لحقوق الإنسان. الكلمة الأولى في القانون تاع سويسرا ديال الأمم المتحدة، واسمه الناس ولدتهم أمهاتهم أحرار.